يصل في هذه اللحظات صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، تصل الطائرة المقلة لصاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وفي مقدمة مستقبليهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأسرة آل الصباح الكرام. أيها الأخوة والأخوات، رحم الله صباح الإنسانية القائد الذي سخر حياته من أجل وحدة الكويت وشعبها، وبذل طوال سنوات قيادته حيث قدم جهدا كبيرا في تعزيز وتنمية علاقات الكويت الخارجية مع مختلف دول العالم، كما قام يرحمه الله بالعديد من الوساطات التي أسهمت في حل العديد من الأزمات. إن العالم أيها الأخوة والأخوات خسر بوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، خسر قائدا فذا ورجلا حكيما كرس حياته لخدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية جمعاء. ستظل مواقفه التاريخية المخلصة في خدمة وطنه وأمته خالدة في ذاكرة الأجيال. في هذه الأيام أيها الأخوة والأخوات، يرتدي الوطن الحداد لفقد قائد الإنسانية الذي رحل إلى جوار ربه وبقي منه كل شيء في قلوبنا. رحل قائد الإنسانية الذي كرس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية والإسلامية نصيرا ومدافعا عن قضاياها العادلة. السيدات والسادة، ننقل لحضراتكم الآن وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت الشقيق حيث يقدم واجب العزاء في فقيد الأمة العربية والإسلامية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والذي وفته المنية بالأمس. أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خاض رحلة عطاء تخلد ذكراه العطرة. توفي عن عمر ناهز 91 عاما بعد رحلة حياة مليئة بالعطاء والإنجازات. ليبقى الشيخ صباح الأحمد خالدا ليس فقط في قلوب الكويتيين لكن أيضا في قلوب العرب والعالم أجمع بشكل عام وفي قلوب المصريين بشكل خاص، نظرا للعلاقات التاريخية القوية بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي. ولد الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح في الكويت
وهو الأمير الخامس عشر للكويت والخامس بعد الاستقلال عام 61. والشيخ صباح الأحمد هو أول وزير للإعلام وثاني وزير للخارجية في تاريخ الكويت، حيث ترأس وزارة الشؤون الخارجية للكويت طيلة 4 عقود من الزمن، ويعود له الفضل خلالها في توجيه السياسة الخارجية. وكما تتابعون حضراتكم الآن، بالفعل ترجل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من الطائرة والنزول في مطار الكويت الدولي للتوجه إلى القصر الأميري، حيث سيكون في استقباله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد لتقديم واجب العزاء في المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وكما تعلمون العلاقات الوطيدة والعلاقات الحميمة التي تجمع الشعبين الشقيقين المصري والكويتي وما بينهما من أواصر محبة وإخاء دائما على مر التاريخ. والتي يرتدي بها الوطن الحداد لفقد قائد الإنسانية الذي رحل إلى جوار ربه وبقي منه كل شيء في قلوبنا، والذي كرس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية والإسلامية. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، يقدم واجب العزاء فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوفد الرسمي المرافق لفخامته واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. يقدمون واجب العزاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأسرة آل الصباح الكرام في هذه الأيام الحزينة بفقدان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. إن الأمة العربية أيها الأخوة والأخوات لا شك حزينة برحيل هذا القائد، فهو من قاد دائما وسعى لوحدة الصف العربية، مواقف سيخلدها التاريخ، بأحرف من نور لسيرته العطرة. هكذا مواقف القادة العظام لا تمحوها الأيام ولا الرحيل. هكذا أيها الأخوة والأخوات، تبكي الإنسانية قائدها برحيل قائد الإنسانية ومؤسس مركزها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، على الرغم
من عظم المصاب في وفاة رجل بمكانة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته، إلا أن عزاءنا فيه أن ما أسسه لنا من قيم ومنجزات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية باقية لا تموت. سيظل صباح الكويت حيا ما دمنا ماضين على الطريق الذي رسم لنا معالمه. سيظل صباح الإنسانية حيا تتوارث الأجيال منجزاته جيلا بعد جيل. لقد كان صباح الإنسانية تاريخ أمة عبر بنا أهوال ما يدور حولنا حتى بلغ بنا شاطئ الأمان. لا يخفي على أي إنسان في هذا العالم جهوده المبذولة لوطنه وشعبه وإنسانيته التي أهداها للجميع دون استثناء بفضل حنكته السياسية في المواقف العصيبة وأيضا الأزمات التي أصابت الأمة العربية والعالم أجمع. هكذا أيها الأخوة والأخوات، استطاع الأمير الراحل أن يهزم الكراهية بالمحبة والتعصب بالتسامح. رحم الله كان لشعبه أبا قبل أن يكون حاكما، وكان قائدا استثنائيا بحق. رحم الله صباح الإنسانية القائد الذي سخر حياته من أجل وحدة الكويت وشعبها في السراء والضراء، وبذل طوال سنوات قيادته حيث قدم جهدا كبيرا في تعزيز وتنمية علاقات الكويت الخارجية مع مختلف دول العالم، كما قام بالعديد من الوساطات التي أسهمت في حل العديد من الأزمات. أيها الأخوة والأخوات، إن العالم خسر بوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، خسر قائدا فذا ورجلا حكيما كرس حياته لخدمة شعبه وخدمة أمته وخدمة الإنسانية جمعاء. ستظل مواقفه التاريخية المخلصة في خدمة وطنه وأمته خالدة في ذاكرة الأجيال. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، يغادر صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بعد تقديمه واجب العزاء
في وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. وكان في مقدمة مستقبليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد مفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأسرة آل الصباح الكرام.